ما عندي كلمتين بالمؤتمر. مثل ما شفتوا بكل جلسات مؤتمرنا اليوم، أطلقنا حملتنا ومعركتنا الانتخابية وشعارها وروحها إن رح نبقى هون، ويلي حاملين شعارنا وبرنامجنا هن مرشحيننا يلي تم اختيارهم وفق آلية ديمقراطية على 3 مراحل. المرحلة الأولى من الداخل تيار لكل المنتسبين، والثانية من داخل المناصرين للتيار، والثالثة من ضمن الجمهور العام. هالعملية هي مضنية وطويلة ومكلفة، خاصة إنه هيدا ثمن الديمقراطية. نفتخر فيها ونفتخر إن التيار الوحيد يلي بيعتمدها بلبنان بالرغم من الكلفة المعنوية أوقات. اليوم بختام مؤتمرنا نعلن أسماء يلي تأهلوا بالمرحلة الثالثة وصاروا مرشحين التيار الرسميين للانتخابات النيابية بال 2022. هيدا الشيء ما بيمنع إنه في منتسبين آخرين للتيار رح يوضعوا ترشيحاتهم احتياطاً، وفي أصدقاء وحلفاء للتيار رح يقدموا ترشيحاتهم، وبالنهاية بيبقى بحسب الآلية وبحسب نظام التيار الحق لرئيس التيار إنه يقرر اللوائح النهائية والأسماء بحسب التحالفات. الأسماء يلي انحسمت بحسب المرحلة الثالثة هي من الشمال للجنوب. فينا نبلش نمرق الصور. أسعد درغام وجيمي جبور بعكار، بس عزبكن توقفوا ليشوفوكن الناس. بالبترون جبران بشير، بالكورة جورج عطالله، بزغرتا بيير رفول، بجبال سيمو أبي رميا، بكسر وين ندى بستاني، بالمتن إبراهيم كنعان، إياس مصعب، وإيدي معلوف، في بعبدة ألا عون، في علي سيزار أبي خليل، في الشوف غسان عطالله، ببيروت الأولى نقولها الصحناوي، ببيروت الثانية إدغار ترابلسي، بجسيل زياد أسود، أمل أبو زيد، سليم خوري، بالبقاع الغربي شرم المارون، وبزحلة سليم عون. على أن يتم الحسم لاحقاً بمرشح التيار الكاثوليكي بدائرة البقاع الشمالي، بالإضافة لمرشحين آخرين بدوائر أخرى. كلنا سوا نتمنى النجاح للجميع، نجاحكم من نجاح التيار. كلمة رئيس تيار الوطن الحر جبران بسير. رفيقاتي ورفاقي، يا أبطال
التيار الوطني الحر. ثلاثة وثلاثين سنة مرت على صرخة قائد حركت شعب لتحرير وطن. صوت صدح حرية، سيادة، استقلال، وأسس لمعركة التحرر. صمدنا 15 سنة لنحقق التحرير، ومستعدين نصمد سنين لنحقق التحرر. ما تخافوا، نصمد ومنربح. الكذبة ما بتدوم. شوفوا كذبتهم ب14 أدار 2005 كيف سقطت. 33 سنة على 14 أدار الأصلية بال89 استمرت معنا من بعد ما سقط الإناع عن 14 أدار المزورة. صمدت 14 أدار الصادقة وسقطت 14 أدار الكاذبة تماماً. مثل ما نحن الثورة الصادقة نصمد ومنبقى، وهن الثورة الكاذبة وبيسقطوا. 33 سنة، تلت قرن من النضال والظلم لنثبت هالمعادلة بين صدقنا وكذبهم. الحقيقة دايما بتنتصر، ونحن شهود الحق والحقيقة. رفيقاتي ورفاقي، في حزب كبير بلبنان هو حزب الفساد، وهو مثل الحرباية. المتلونين تنعموا بالمكتسبات بزمن الوصاية، ولما خلصت الوصاية بدلوا جلدهم وركبوا موجة الحرية. رفضوا بعدها يتنازلوا عن مكتسباتهم وفشلوا الإصلاح وسببوا الانهيار ب17 تشرين. رجعوا بعدها بدلوا جلدهم وصار اسمهم ثورة. استغلوا وجع الناس تيثبتوا مكتسباتهم بزمن الثورة. حولوا أموالهم للخارج ومنعوا الناس يسحبوا أموالهم بالداخل. منعوا إقرار قانون الكابيتال كنترول ليضلوا يحولوا أموالهم للخارج. ومنعوا إقرار قانون استعادة الأموال لما ينجبروا يردوا أموالهم من برا. بالحالتين أموال الناس علقانة بالمصارف وعم تنزل قيمتها، وهن عم ينعموا بأموالهم برا وعم بتزيد قيمتها. هيك المتمولين، المتلونين، المتسلقين عربشوا على الثورة الملونة، توقعت وبقيت الثورة الصادقة، ثورة التيار يلي بقيت لوحدها الطالب بحقوق الناس، والطالب بتدقيق الجنائي بالكابيتال كنترول، بقانون استعادة الأموال، بقانون كشف الحسابات والأملاك، بمحاسبة حاكم لبنان المركزي. والطالب وتشتغل لخطة تعافي مالي بتوزع الخسائر بشكل عادل. هبوا وبقينا لوحدنا نقاتل، لأنه نحنا مش قابضين ولا منشريين، وهن ساكتين لأنهم ممولين من سفارة أو من الحاكمية وتوابعها. كلهم إلا نحنا، كلهم إلا نحنا. وهيدا الشيء بين ولح يبين أكتر وأكتر على الطريق وعلى التلفزيون بالدعاية وبالإعلام. مين معه مصاري بيحكم الإعلام، ومين ما معه بيتحكم فيه الإعلام. هالشي بين حتى بالميجا سنتر،
يلي معهم مصاري ما بدهم الميجا سنتر، لأنهم متكلين ينقلوا الناس على حسابهم، ويلي مثل ما معه ينقلهم بيدبر حاله. تنكي بنص مليون ليرة وبيلغوا الميجا سنتر. الحرباية مش بس بتغير لونه، الحرباية كمان بتغير الحقيقة، وعم بتحاول تغيرنا لوننا نحن. الحرامي والفاسد بده يعملنا مثله. هيدا هو الاغتيال المعنوي، وهو أصعب بكتير من الاغتيال الجسدي. رصاصة تقتلك مرة، أما الكذبة والشائعة تقتلك كل مرة. من 2005 عملوا علينا اغتيال سياسي، وما تستغربوا، المجرم ولو طلع من سجنه بجسده بيبقى مسجون بفكره وبده يقتل. إذا ما عنده غطاء ليقتل جسدياً بيقتل سياسياً، بس المهم يقتل. كثفوا الحملة، رجعوا ب17 تشرين وتبنوا الثورة، مع أنهم كانوا شركاء بالحكم وأصلاً ما اتفقوا معنا لولا الحصة، وما اختلفوا معنا إلا على الحصة. بياخذ منك الحصة وبيضربك بظهرك وبالصلاحية، بينتقد المحاصصة بالعلن وبيفاوض عليها بالسر ليضربك بروحية الاتفاق يلي هو إن نوقف سوا مع الرئيس للإصلاح. كل مشروع إسقاط الرئيس والتيار وتشويه الصورة ليربحوا الانتخابات بالكذبة بالمال المستورد. هن والمنظومة مشروعهم شو؟ تفشيل مش إصلاح، تفشيل مش قوانين ومشاريع، تخريب مش تعمير. مشروعهم تخريب الكهرباء وتخريب السدود، عرقلة استخراج النفط والغاز، عرقلة خطة التعافي، منع استعادة الأموال، منع التدقيق، منع منع منع. مشروعهم العتمة ليعتموا عقلوب الناس وعلى عيونهم، وما يعرضوا ولا يعودوا شايفين الحقيقة، ويروحوا على الانتخابات ضحية الكذبة الماشية، إنه واحد بيخرب البلد كرمال يحمل خصمه المسؤولية ويربح عليه. عقل تخريبي بيعتبر كل شيء بيدمر البلد لصالحه بالانتخابات. وهلا مشروع جديد لنقمة الناس تزيد وتكتر هي انه سوبر ماركت بيقبض كاش وبنك ما بيدفع كاش، وكله يا ناس، والله بيعرف لوين بدهم يوصلوا الدولار بالانتخابات. هلأ مشروعهم بالانتخابات هيدا اشتغلوا عليه كتير وفكروا كتير فيه، وهيدا مشروع استراتيجي. المشروع هو للبلد إسقاط جبران والتيار. مش إصلاح الدولة والنظام والاقتصاد. واحد بيلغي حزبه بيلغيه من دايرة، واثنين وشو الهدف؟ استراتيجي، إسقاط جبران والتيار. الثاني بيجيب مصاري من دولة بيوزع للإعلام، وشو الهدف والعنوان؟ عنوان الفيلم كله إسقاط جبران والتيار. والثالث بجيب سبونسر ب 30 مليون دولار
ليمول مشروع اسقاط جبران والتيار. يا اخي اعطينا نصهم للبترون لنعمل انماء، هودي بس 30 مليون للبترون، بعطينا نصهم لنعمل فيهم انماء وفرص عمل، وانا بزيح لحالي منوفر عليك النص، اصلا النص رح يحطه بجيبته ما تخافوا. معروفين. منقول للدول تعاونوا معنا، نحن وطنيين وأوادم وما بناخذ مصاري. بيحبوا يشتغلوا مع العملاء والإحرامية ويدفعوا مصاري، ونتيجتهم دائما الفشل. الدول هيدي قاعدة، الدول يلي بدها تحط إيدها على بلد تشتغل مع عملاء، والدول يلي بدها توقف لجانب بلد تشتغل مع الوطنيين، وهيدا الفرق بين وطني وعميل. عميل عميل تاخد مصاري، وطني تاكل عقوبات. المشروع اسقاطنا، وكرمال هيك بيلغوا الدائرة 16 وبيمنعوا الميجا سنتر، وبكره رح يمنعوا الرقابة على الصرف المالي. الحرباية بدلت موقفها ولغيت الدائرة 16 وحرمت اللبنانيين بالخارج انهم يترشحوا ويتمثلوا مباشرة بنواب منهم، ويكون عندهم خيار التصويت بين نواب الداخل ال 128 ونواب الخارج الستة. الحرباية غيرت موقفها كمان من الميجا سنتر ولغيته، وبلا ما ينتخبوا هاللي مش مكفولين للمنظومة ويلي معها تنقلهم على حسابه. الحرباية بكره بتتمشى بالليل بتياب الثورة وشعارات الإنسان، وبتتنكر بتياب راهبة توزع مصاري وتفسد مجتمع بكامله، وهيئات الإشراف الدولية عم بيتفرجوا. بالماضي فوتوا البارودة على مجتمعنا وعملوا انتفاضات واختيالات، وهلأ عم بفوتوا المال السياسي على مجتمعنا ليفسدوه ويبتزوه بسبب حاجته وضعفه. سلبوه ماله وعم بيشتروا فيه صوته. الحرباية بالانتخابات بكره بتغير اسمها وبتصير منظمات وجمعيات وتسميات، بس بالنهاية المشغل واحد والممول واحد، وبكره بينضموا لمشروع واحد مع الحرباية الكبرى رأس الثورة الكاسبة وملهمة. بيجمعون على المشروع الخارجي وبيختلفوا لوحدهم ومع بعضهم بالداخل. افترضوا معي، افترضوا انهم ربحوا الانتخابات وصاروا الأكترية الوهمية، رح ينزعوا سلاح حزب الله او يمنعوه يدخل الحكومة؟ رح يردحوا للخارج بإبقاء النازحين واللاجئين وإبقاء إيدهم على أموال الناس وعلى ثروات لبنان؟ نعم، هيدا هو الأخطر. سياستهم المالية من التسعين تفقير لبنان واللبنانيين لأخضاعهم ويصيروا أسرى الحل المفروض عليهم. بالمختصر يعني صفقة القرن وتوطين الفلسطينيين. من هيك نحن منحكي باستثمار ثروة لبنان بالمي وبالغاز، وبربط لبنان بشبكة الأنابيب ليكون جزء من استقرار المنطقة وازدهارها. هن ما بدهم لبنان لا مستقر ولا مزدهر، بدهم إياه راكع ومتسول على أبواب الدول. أنا بقول إنه انتصارنا على العدو ما بيكفي يكون بس بالسلاح، لازم يكون بالازدهار.
ما منكون ربحنا إذا هو مزدهر ونحن فقراء. كرمال هيك أنا مع حل للحدود البحرية بيحفظ حقوقنا بالغاز تحت المي. لأنه المي مش لحدا، بس الغاز هو إلنا وبدنا إيه. وهيدا يا إزكيا مش مقابل العقوبات. العقوبات ما راح تنشال عني طالما في انتخابات، بقى ارتاحوا وروحوا عملوا حل. بالخلاصة بدهم يأسروا لبنان مالياً، ونحنا بدنا نفك أسره. ب 14 أدار 89 أطلق الجنرال معركة تحرير السيادة. نحن وياكم اليوم ب 14 أدار 2022 وتحت نظره نعلنا حرب تحرير اقتصاد لبنان وودايع اللبنانيين. سبعتاش تشرين حزب الحرباية يلا هيدا اسم جديد سلوا فيه على السوشيال ميديا هلا. حزب الحرباية والثورة الكاذبة افتكروا انهم قضوا علينا. وبأربعة آب هيداك التاريخ المشؤوم افتكروا انهم فجرونا مع العاصمة والمرفأ، وهن بالحقيقة فجروا أحلام الشباب. وافتكروا بعد هيك انهم بيدفنونا بمجرد قبولنا بمؤايدة حقيقة المرفأ بمصالحنا السياسية. قال شو؟ كم كذبة سمعتوها؟ مؤايدة المرفأ بالمختربين، ما هيك؟ وين صارت كذبتهم بالمؤايدة؟ ما حدا بيسألهم وبيحسبهم؟ وين صارت حقيقة المرفأ؟ وين ساكتين عن عدم صدور القرار الظني؟ تركينه ما يطلع لتستفيدوا منه بالانتخابات؟ بيعملوا الانتخابات على الدم وعلى حساب الحقيقة، وبعدين تطلع الحقيقة بس مش مهم لأنه بتكون طلعت نتيجة الانتخابات. افتكروا بيدفنونا، بس نحن طالما أحرار ما حدا بيقدر يدفننا ونحن طيبين. نحن هون ورح نبقى هون، ما خلصتوا منا ولا بتخلصوا. وهلأ عملتوا إحصاءاتكم وفاجأناكم، فاجأناكم حاف. بقينا بقوة الناس حتى نرجع لهم أملهم بلبنان القوي. بقينا ورح نبقى حتى نوضع حد للعقل الهدام المريض، وحتى الناس بأيار يكون عندها الخيار بين فريق خرب وفقر ومنع وما خلى، ما خلينا وما خليكن، وفريق صحح وصلح وضحى وقاتل ليخليكن ويخلي الوطن يتعمر. أهلي بالتيار الوطني الحر يلي ما قدروا ياخدوه بالحرب ما رح نخليهم ياخدوه بالتفقير. ويلي بعد باقي وما قدروا ياخدوه بالفساد ما رح نخليهم ياخدوه بالانتخابات. نحن مدينا ايدنا للجميع بالتفاهمات مش بالصفقات، كرمال نمشي كلنا بمشروع اصلاحي للبلد. عربشوا على كتافنا
بانتخابات 2018، ولما اجى وقت المواجهة هربوا من التكتل مثل الحرامية بالليل. وعربشوا على وجع الناس، اجتمعوا كلهم وصاروا يزايدوا، صاروا يزايدوا بشيطنتنا ويتسابعوا بالدفع، مين بيدفع أكتر ومين بيسب أكتر. اجتمعوا ضدنا وما في شيء بيجمعهم إلا أنهم يكونوا ضدنا، وافتخروا بهالشيء. نحن جامعينهم، الله يديمهم مجموعين. ونحن صمدنا، كهرباء بدنا نجيب، وسدود بدنا نعمر، ونفط وغاز بدنا نستخرج ونصدر، وأموال بدنا نسترد، نظام بدنا نطور، ودولة بدنا نبني. هيدي الإرادة ما حدا بيكسرها لأنها مجبولة بالإيمان، والأمل ما حدا بيمحيه لأنه مبني على العمل. أهل اللبنانيين بأيار، نحن على موعد لمواجهة الكذابين. نحن رايحين مسلحين بنظافتنا، وهن مدججين بالمال السياسي. نحن ضحية استهدافهم وحاملين جراح افتراءاتهم، بس نحن صامدين وعايشين بالأمل لبكرة. للأسف للأسف الانتخابات ما رح تقدر تعمل التغيير الكبير، لأنه بلبنان الأكترية نظرية، والوعود الكبيرة المرتبطة بالأكترية يلي عم يعطوكم إياها هي كذبة انتخابية. بالمقابل بالمقابل الانتخابات بتقدر تكون اولا استحقاق بيفصل بين نظام سقط ونظام جديد لازم يولد، وما فينا نكون غايبين عنه، لانه انتو وحقوقكم يا لبنانيين بتكونوا ساعتها غايبين. ما فينا ما نكون حول الطاوله عم نمثلكم ونشارك بتقرير مستقبلكم، وما فينا ما نكون جزء من التغيير السلمي يلي لازم يصير من داخل المؤسسات. تصورنا للنظام جهزناه وكتبناه، وهو منبثق من نظام الطائف وصد ثغراته واستكمال تنفيذه، وقايم على إنشاء الدولة المدنية بكل مضامينها، على أنه تكون الدولة مركزية بجيشها وبسياستها الخارجية وبعملتها الوطنية، ولا مركزية موسعة مالياً وإدارياً، ويكون في صندوق سيادة بدير أملاك الدولة ومرافقها، وبيقدم وبيأمن المداخيل اللازمة حتى تقدر تقدم للناس الخدمة اللازمة والسوية. وفيها أخيراً مجلس شيوخ كياني وقانون انتخاب بدائرة موسعة. سألوا المرشحين، هل يا ترى بيمشوا بالدولة المدنية وبيتعهدوا بإقرار قانون لا مركزية موسعة؟ الانتخابات ثانياً تقدر تكون فرصة لللبنانيين لاستعادة أموالهم، إذا انتخبوا نواب بيتعهدوا أنهم يقروا القوانين الكفيلة بأنها تجبر يلي حول أمواله للخارج يردهم ليتوزعوا على المودعين، على كل المودعين وخاصة الصغار، وإن تجبر النواب والوزراء والموظفين يكشفوا عن حساباتهم وأملاكهم حتى الناس تعرف الآدمي من الحرامي، وتجبر كمان إنه تنعمل قوانين الكابيتال كنترول، ينعمل التدقيق الجنائي وخطة تعافي مالي تلتزم بتوحيد سعر صرف الدولار وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون ممول للاستثمار
مش مشجع على الاستدانة للاستهلاك. اسألوا المرشحين مين بيتعهد بإقرار هالقوانين، إذا لا ما تنتخبون، وإذا نعم اسألوهم ليش مش عم بيقرون هلأ بالمجلس النيابي طالما هن موجودين فيه والقوانين جواته، ومعهم وقت قبل الانتخابات يقروا قانون استعادة الجنسية، استعادة الأموال، وقانون الكابيتال كنترول وكشف الحسابات. معنا شهرين قبل الانتخابات يوقفوا كذبهم عليكم. الانتخابات ثالثاً تقدر تكون مناسبة لإقرار القوانين يلي بتشجع النازحين يرجعوا على سوريا على بلدهم. نحن تقدمنا على مر السنين بعدة قوانين، منها قانون بيرجع على الحدود الأجنبي يلي عم يدخل بطريقة غير شرعية، وقانون بيجزي وبيمنع النازح الحامل بطاقة نزوح من العودة للبنان إذا طلع منه لسوريا لأنه ببطل يعتبر نازح، وقانون بيمنع النازح من اقتناء بطاقة نزوح وإجازة عمل بنفس الوقت، وإذا عملها بيتجزى وإذا كررها بيترحل. هل بيتعهد النواب بإقرار هالقوانين وغيرها للتأكيد على عودة النازحين؟ الانتخابات كمان تقدر تكون رابعاً إشارة واضحة للمسيحي وللمسلم إذا بيريدوا يحافظوا على الشراكة المتوازنة ويحافظوا على أهمية الوجود المسيحي بلبنان وبالشرق وعلى رمزية رئاسة الجمهورية، ليكون على رأس الجمهورية شخص منتخب مباشرة من اللبنانيين على دورتين، الأولى عند المسيحيين والثانية عند كل اللبنانيين. ساعتها بيكون للرئيس صفة تمثيلية لمكونه ولكل اللبنانيين، وهيك ما في خوف لا من فراغ بالرئاسة ولا من تأجيل ولا من تمديد، بل بيكون في استحقاق دوري وملزم بيشارك فيه كل الشعب اللبناني. هلا بيتجرأوا المرشحين على تبني هالقانون وهالتعديل الدستوري؟ الانتخابات أخيراً وخامساً تقدر تكون محطة للتأكيد على هوية لبنان وتنوعه الثقافي والديني وتراكمه الحضاري، وإنه ما ممكن حدا فريق أو مكون أو دولة خارجية تفرض على لبنان هوية غير هويته أو تتحكم بفكر أبنائه الأحرار. ترجمة تنوعنا بتكون بإنشاء مجلس شيوخ على أساس القانون الأرثوذكسي بصلاحيات تشريعية كيانية مرتبطة بخصوصية المكونات اللبنانية. هيك ما ممكن لحدا يهيمن على خصوصية حدا أو يغير بثقافته، وبيبقى التنوع حق مقدس ومحمي لكل لبناني. مين بيجرؤ منكم يا مرشحين على تبني هالقانون والتعديل الدستوري لنوقف مسلسل تخويف اللبنانيين من بعضهم؟ تحديات انتخابية وتشريعية برفعها مجدداً اليوم قدام المرشحين، وبعلن أمام اللبنانيين استعدادي واستعداد تكتل لبنان القوي لبل التزامه بتقديم هالقوانين كلها، علماً أنه بعضها قدمناه سابقاً للمجلس النيابي. هل بيتجرأوا؟ هل بيلتزموا؟ أم بيكذبوا مثل العادة وبيهربوا؟ أهلي بالتيار نرجع على مشروعهم إلغائنا، ومشروعنا انهاض البلد وحماية الوجود. مشروعنا دولة ناجحة، دولة إنتاج وسيادة، ومشروع حصارنا لإقصائنا. نعم مشروع إسقاطنا، ولو كلف يعملوا تحالف دولي ضدنا تبع أساس
عم نعمل انتخابات بين بعضنا كلبنانيين، لشو جايبين لنا كل الدول من برا؟ صرنا عم نواجه دول، بس ما لازم نخليهم يحاصرونا. لازم يكون عندنا حلفاء للانتخابات، يلي مدلنا ايده للتحالف الانتخابي هو حزب الله. مثل ما نحن مدينا له ايدنا بست شباط 2006 لما حاولوا عزله. بدهم يخنقونا ويعزلونا، بس نحن منتنفس حرية. وبدنا مثل ما قلنا نصمد وننجح بقوتنا وبتحالفنا. هيدا القانون يلي ضلنا كرماله لعدالة التمثيل بيقوم على حسن صياغة تحالفات انتخابية لنضمن الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد. ليه بدنا نتخلى عن مقاعد هي من حقنا بالأصوات التفضيلية؟ إذا ما دخلنا بليحة ما منربحها، بمجرد نكون بليحة منخدها بقوتنا وبحجم تمثيلنا. هيدي مقاعد إلنا وقتلنا كرمال قانون يعطينا إياها. وبالقانون النسبي تخلينا عن مقاعد بجبل لبنان لحتى نعوض فيها تمثيل أهلنا ببيروت والجنوب والبقاع والشمال. بدكن نتخلى عنا ونتركها للغير يلي حط إيده عليها بالسابق؟ بيقدر واحد يسأل كيف منقعد بليحة فيها ناس ما بيشبهونا؟ وأنا بجاوب، ليش؟ مين بيشبهنا ونحن مين منشبه؟ دهلكم مين بيشبه مين بهالبلد؟ نبقى لوحدنا؟ نقعد بليحة انتخابية ليوم الانتخابات وبعدها كل واحد منا بيروح بيقعد بكتلته أو بحزبه أو بتياره وبيعمل تحالفاته السياسية. مثل ما منقعد مع بعضنا وما منشبه بعضنا على طاولة حوار أو طاولة مجلس وزراء أو مجلس نواب، وبعدها كل واحد بيرجع على بيته وعلى كتلته، هيدا البلد شراكة ومجبورين نقعد فيه مع بعضنا، لأنه ما في حدا بيحكم لوحده ولا حدا عنده الأكترية أو المسائية لوحده. ولازم نحكي مع بعضنا لنأمن المسائية والأكترية لكل قرار أو مشروع أو قانون بدنا ناخده. وهيدا القانون مثل البلد، نتشارك فيه مع بعضنا على اللوائح لحتى ناخد نوابنا. بيقدر كمان واحد يسألنا، مش أحسن تبقوا لوحدكم وتربحوا حالكم من أنه تربحوا مقاعد؟ صحيح، نحن جوابنا أنه منقدر نربح حالنا ونربح مقاعدنا. نحن منقدر نربح حالنا ونربح مقاعدنا من دون ما تكون وحدة على حساب التانية، يعني المقعد مش على حساب المبدأ. الكارثة بتكون إذا خسرنا اثنين. بس ليه ما منقدر نربح اثنين؟ كيف؟ نتحالف انتخابياً ومنبقى أحرار سياسياً، يعني ما منتخلى عن قضيتنا ولم ننغمس بفساد أو تبعية. نعمل التحالف ومنربح بالنيابة من دون ما نغير لا موقف ولا مطلب ولا نسقط اتهام. والنواب يلي بنربحهم بيكونوا لخدمة قضيتنا. نخسر حالنا لو منغير أو منساوم أو منبيع، ولكن نحن قبل الانتخابات وخلالها وبعدها
رح نبقى نقاتل المنظومة المالية والسياسية الراكبة من سنة التسعين والمتحكمة برقابنا، ونبقى ضد التوطين والإرهاب والتبعية، ومع تحرير أموال اللبنانيين واقتصادهم من المتحكمين فيهم. ما رح نقايد ولا نبادل مواقفنا بما أعدنا، وما رح نغير بشي. نحن هيك ومنبقى هيك، وهن بيعرفونا منيح، وبيعرفوا انه قد ما بينزعجوا من سياستنا بالداخل قد ما بيأمنوا بالخارج لسياستنا السيادية، لأنه نحن مع أي لبناني ضد أي أجنبي. مهما اتهمونا بالشراكة أننا صعبين ومنعذب، بيعرفونا بالسيادة أننا وطنيين ومنحمي. الشراكة باللوائح الانتخابية منا شراكة بالبرامج، وما رح نعلن برامج سوا، هي عملية دمج أصوات. وهيك كل لبنان، وهيك القانون، وحدا يدلني غير هيك، حدا يدلني غير هيك، خاصة أنه بسبب الصوت التفضيلي الناس بتتنافس مع بعضها بداخل اللائحة الواحدة، وقعد بيكونوا من فريق واحد. بهيدا القانون المرشح بيعمل معركتين، وحده مع اللوائح الثانيه لتامين الحاصل، ووحده بقلب اللائحه لتامين الصوت التفضيلي. وهيدي فلسفه هالقانون، في نسبيه باللوائح وفي اكثريه بالتفضيلي. بال 2018 عملنا تحالفات رشقونا بسببها، وهن عاملين أسوأ منا بكتير لضربنا، من التحالف الرباعي بال 2005 وجر. ومين منهم بلا تحالف فليرجمنا بحجر. رفيقاتي ورفاقي، اوعى حدا يعيركم بالتحالفات الانتخابية، دغرش بقوه بسؤال عن تحالفاته، اسألوا الميليشاوي عن تحالفاته مع ميليشاوي، كان عم بيحاربوا، تقاتلوا وهجروا وعم بيتحالفوا. اسألوا البيك ابن البيك عن تحالفه مع الشيخ ابن الشيخ باسم الثورة والتغيير. اسألوا ابن الثورة الملونة يلي عم بيتحالف مع الثورة الحمراء. اسألوا ابن الفساد عن تحالفه مع ابن الثورة الكاذبة. بصراحة تحالفات بتأمن حواصل، وكل واحد بالتفضيلة بينتخب نوابه، ناسهم عم بيجيبوا نوابهم وناسنا عم بيجيبوا نوابنا. صحيح نحن اللبنانيين كلنا بفرض إطار، ناس بيطلعوا لقدام وناس بيطلعوا لورا، ناس على اليمين وناس على الشمال، وعلى الطريق كل واحد عنده شباكه ومشهده. ولما منوصل على المحطة مننزل وكل واحد بيروح على بيته وعلى كتلته. نحن منا جزء من أي أكترية، ومختلفين عن بعضنا، ومش مقتنعين بسلوك بعضنا، ومنعتبر بعضنا مسؤول عن العرقلة والانهيار. بس انتبهوا، الاختلاف ما بيودي على التقسيم ولا على الحرب، وهيدي ضريبة المحافظة على وحدة الوطن. تسألونا كم مرة بدنا نجرب؟ يسوع بيقول
إنه الغفران 70 مرة 7 مرات. بعد عنا كتير. شو بدي أعملكن؟ هيدا إيماننا. منقاتل ومنحاور ومنضل نجرب، ولكن ما منفسخ العقد الاجتماعي بين بعضنا، لا بحجة الحقوق ولا بحجة محاربة الفساد. كل مرة منحاول عن جديد رغم خيبات الأمل، لأنه خيارنا نعيش مع بعضنا، نتحالف في الانتخابات حتى نحصن موقفنا، ومن موقعنا منحاول نقنعهم بمشروعنا الإصلاحي من دون ما نتراجع عنه. نتحالف، نتفاهم، ولكن منبقى أسياد قرارنا وأصحاب شخصيتنا المتميزة. رفيقاتي ورفاقي بالتيار، بكل محطة وبهالانتخابات بالذات، منقول لكل واحد بده يخلص منا، رح نبقى هون بال88 بقينا هون ولو قصفونا، وبال90 بقينا هون ولو نفيونا، وبال2005 بقينا هون ولو عزلونا، وبال2019 بقينا هون ولو فشلونا، وبال2022 رح نبقى هون ولو حاصرونا، رح نبقى هون طالما لبنان هون. بدكم تعطوني بعد دقيقة. أكيد عم تسمعوني بدقيقة مع جبران أو لا؟ بعمل دعاية. أعطوني دقيقة تنخبركم عن حالنا، ولقلكم بدقيقة مع مين رح نبقى هون؟ مع الحرية والسيادة والاستقلال رح نبقى هون، مع تطوير النظام والدولة المدنية واللامركزية الموسعة، مع الاستراتيجية الدفاعية وحفظ حقوة لبنان وقرار الدولة المركزي، مع الشراكة الوطنية المتناصفة والتمثيل الصحيح المتوازن، مع الرئيس القوي وصلاحياته والعهد القوي وتفاهماته، رح نبقى هون. مع التدقيق الجنائي بمصرف لبنان وبكل الدولة، بكل الدولة، وبلشوا يا جبنا بوزارة الطاقة، رح نبقى. كنا ورح نبقى مع الكابيتال كنترول واستعادة الأموال وكشف الحسابات والأملاك، مع التعافي المالي وإصلاح مالية الدولة، مع الصندوق السيادي، مع الاقتصاد المنتج والصناعة الغذائية والزراعة الذكية والسياحة البيئية والدينية واقتصاد المعرفة، مع حقوق المنتشرين بالانتخاب وبالنواب وبالجنسية. كنا ورح نبقى مع لبنان حدوده العالم، مع لبنان مشرقي عربي منفتح ومع مشرقية اقتصادية، مع تحييد لبنان مش حيادو تحييده ومنع التوطين وعودة النازحين، مع كهربا بلا عجز وبلا سرقة وبلا هدر، مع سدود تحفظ مي لبنان، مع نفطنا وغازنا وحقوقنا وحدودنا، مع بيئة نظيفة لا نفايات ولا جبال محفرة ولا بحر ملوت، مع اتصالات حديثة ورخيصة، مع التفاهمات الوطنية وضد الصفقات رح نبقى، مع الثورة الصادقة وبقلبها رح نبقى. ما خلونا تعني ما خلوكم، وعرقلونا تعني عرقلوكم. الطريق والكهرباء
والمي والغاز والمال مش إلنا وحدنا، هول إلكم. صوته لبنان، صوته تيار. نحنا كنا ورح نبقى نقاتل ليصير فيكن ويخلوكن. باتنين كانون التاني الماضي قلتلكن واليوم بكرر، تعوا انتو ومالكن السياسة واعلامكن المدفوع والدول يلي دعمتكن، تعوا واجهونا. نحن العزل إلا من كرامتنا وشعبنا الواسع فينا. صوته معنا. رح نبقى للبنان القوي، رح نبقى تيار وطني وحر، ومهما العالم قالوا رح نبقى هون. عشتوا، عش التيار الوطني الحر، وعش لبنان.